يا أستاذ أحمد، تطورات عديدة حدثت اليوم تحديدا، ولكن أبدأ معك بهذا التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق. اليوم رأينا قصفا إسرائيليا على مناطق الشمال، مناطق الوسط وكذلك الجنوب، ولا تزال العملية مستمرة في رفح. ما سبب هذا التصعيد الإسرائيلي وهذا التعنت الإسرائيلي رغم كل النداءات التي حدثت الأيام الماضية؟ يعني هذا التصعيد من وجهة نظري مرتبط بحالة المأزق الذي يقع فيه نتنياهو ودولة الاحتلال، وخاصة مع تصاعد الموقف المصري بشكل كبير. كان آخرهم ما صدر عن الدولة المصرية اليوم في بيان من وجهة نظري واحد من أشد البيانات قوة وتعبيرا عن الرفض هذه السياسة المستمرة من قبل دولة الاحتلال على مدار 7 أشهر بالتضامن والتدخل في المحكمة العدل الدولية مع جنوب أفريقيا في الدعوة المرفعة، وخاصة أن جنوب أفريقيا كمان في هذا التوقيت اتخذت منحنى آخر بمطالبة المحكمة بوقف اتخاذ قرار بوقف العدوان، والتحرك أيضا الخاص ببعض الأطراف لاعتبار ما يتم من مجازر من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة بأنه جرائم حرب تخالف الوثائق الدولية، وهو أيضا ما عبرت عنه الدولة المصرية اليوم في هذا البيان. اليوم يأتي في محاولة من نتنياهو دولة الاحتلال للقفز إلى الأمام أو للهروب من حالة الضغط الذي يحدث خلال الأيام الأخيرة، خاصة خلال الأسبوع الجاري منذ بدء العدوان على قطاع على رفح واستمرار التدخل البري من دولة الاحتلال عبر تغير نسبي في اللهجة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض، سواء عبر الرئيس بايدن أو وزير الخارجية بلينكن، والذي كانت تصريحاته اليوم أعتقد أنها فيها تطور نسبي إلى حد ما اتجاه دعم للحقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة لسياسة الاحتلال ونتنياهو بشكل خاص، وأيضا لما حدث أيضا من تطور بدأ من الإمارات أول أمس برفضها للتصريحات التي أعلنت على لسان نتنياهو حول ترتيبات الوضع الأمني فيما بعد انتهاء العدوان، وهو ما قالت أنه لا يعبر عن موقف الإمارات، وهو نفس الأمر الذي عبرت عنه الأردن ومصر وبعض الدول العربية الأخرى. ثم جاء تصريحات الرئيس المصري باجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني، وهذه التصريحات التي خرجت بمجموعة من النقاط أعتقد كان هناك تصعيدا مباشرا اتجاه استمرار هذه السياسة الوحشية من قبل دولة الاحتلال. ثم تكلل هذا الأمر اليوم بهذا البيان الذي أعتقد أنه هو يجعل أو ينقل المستوى المواجهة والتحدي من الدولة المصرية اتجاه دولة الاحتلال إلى بعد آخر ومربع آخر يمكن أن يساعد كثيرا، خاصة إذا تحركت الدولة المصرية مع شركائها وعلى رأسها المملكة الأردنية في إعطاء مزيد من هذا الموقف أن يعبر عن الطابع العربي بشكل موحد. أعتقد سيكون هناك تأثير